ينضم معنا من فيينا الإعلامي والصحفي والعراقي سيد زياد السنجري. أهلا بكم أستاذ زياد. بداية، كيف تقرأ هذا الصراع الدائر على منصب محافظ نينوى والذي ظهر بشكل كبير في البرلمان؟ أهلا وسهلا بكم وبكل المشاهدين الكرام. نعم، بكل تأكيد نحن نتابع عن كثب الأحداث التي تجري الآن في مدينة الموصل والصراع على منصب المحافظ، ونحن علينا أن نوضح بعض النقاط المهمة جدا قبل أن نذكر ذلك الصراع. أولا، مجلس محافظة نينوى منتهي الصلاحية، دستوريا منتهي، علما أن مجلس المحافظة تم انتخابه وفق ظروف خاصة معينة ونسب متدنية جدا في الانتخابات، ومع ذلك إن صحت هذه الانتخابات وهي غير صحيحة حسب الدستور العراقي انتهت صلاحية هذا المجلس، إذا يجب حله علميا ودستوريا إلى آخره. ولكن ما حدث أن مدينة الموصل وبعد غرق حادث غرق العبارة وغرق الكثير من الناس وهناك وضع متدني في مدينة الموصل، زار رئيس المجلس النواب ورئيس الجمهورية مدينة الموصل محافظة نينوى وطلع على الأوضاع واكتشفوا حجم المأساة التي يعيشها العراقيون، وهنا بدأت مرحلة جديدة هو اختيار منصب المحافظ. الحقيقة ما تجدونه اليوم في وسائل الإعلام هو دموع التماسيح على مدينة الموصل جيدا، وهو يقول بأن مجلس المحافظة فاسد، هي كلمة حق أريد بها باطل. لماذا؟ لأن مجلس النواب ولا منقسم في داخله، ونواب نينوى حول مرشحيهم الذين يريدون أن يرشحوهم، فالحلبوسي رئيس مجلس النواب العراقي لديه مرشح وهو محمد إقبال الصيدلي وزير التربية سيء الصيت، وكلنا نعرف أن محمد إقبال الصيدلي وزير التربية السابق هو رجل أساء لمدينة الموصل وأساء للعراقيين، ولديه ملفات فساد في مناهج التربية وطبعها إلى آخره. أستاذ زياد، ألا ترى أن قضية افتعال مشكلة حول منصب محافظ نينوى والآن هي نوع من أنواع الالتفاف على قضية غرق العبارة، وهي لب القضية التي بسببها حدثت هذه الخلافات الجانبية إذا صح التعبير، وأهمل أو تعمد البعض إهمال قضية العبارة وغرق 120 شخص حتى هذه اللحظة؟ نحن للأسف كعراقيين بصورة عامة وكموصليون بصورة خاصة تقوم دائما الحكومة بإثارة مسائل معينة. نحن نتذكر قبل مدة عن الجفاف وكيف تركيا تآمرت على العراق ولم تطلق الدفعات المائية، وبعد هطول الأمطار أصبح السد حديث الشارع، وبعدها حديث العبارة ودماء الأبرياء. ولكن لدينا مشكلة كبيرة في العراق عامة وفي الموصل خاصة، هو الجثث التي لا تزال لحد هذه اللحظة تحت الأنقاض في عمليات التي يدعون التحرير. هناك غرقى لم يجدوا جثثهم لحد الآن، هناك نساء أطفال في نهر سجة لا نعرف لهم جثث، لا أبويهم لا يعرفون أين هم. ولكن هذه المزايدات كفيلة بأن تشغل الشارع بطريقة أو بأخرى، كما أن المسألة كلها هي صراع المخصصات المالية لمحافظة نينوى، وهناك مبالغ مالية من قبل بعض المنظمات العالمية وبعض ميزانية الدولة التي حرمت منها مدينة الموصل منذ احتلال داعش ولحد الآن. فما يوجد هو نذر قليل، ولكن مع ذلك هو صراع هذه المبالغ والتي وجدت النزاهة وقوات مبالغ طائلة بالمليارات عند المتنفذين في محافظة نينوى والحاشية للمحافظ المقال سيء الصيت نوفل العاب. بالحديث عن المحافظ المقال، ماذا يعني دعم ما يسمى مفتي الديار مهدي الصميدعي لعودة نوفل العقوب إلى منصبه، وعلى أي أساس يتدخل مهدي الصميدعي في هكذا قرار؟ مهدي الصميدعي هو رجل إرهابي وكان معتقل سابقا، ثم أعلن ولائه التام لإيران، وهو شخصية منبوذة، شخصية مكروهة من كل السن بصورة عامة وخاصة في مدينة الموصل. ولعل وسائل التواصل الاجتماعي التي نشرت خلال اليومين الماضيين كميات هائلة من السب والشتم لهذا الشخصية المقرفة المنبطحة للوليه الفقيه، ولا تمثل السن لا من بعيد ولا من قريب، وهو شخصية الحقيقة تثير إشمئزاز
أهالي السنة خاصة يعني بصورة خاصة بشكل مقرف جدا. فهذه الشخصية ليس لها أي وزن، ودعواته مقابل مبلغ حسب ما يعني سمعت من مصادري الخاصة مقابل 20,000 دولار، وكل الذين حضروا هم شيوخ عار أو شيوخ مقابل مادي هم 300 دولار فقط. وجدد دعوته بعودة العقوب، وهنا يعني هو متبني لكل شخصية فاسدة، مثله مثل الإيرانيين، مثله مثل الولي الفقيه الذي يتبنى المالكي وهادي العامري والشخصيات التي عاثت فسادا في العراق. وكل شخصية اليوم تحارب هذه النماذج وهذه السيول يعتبرونها شخصيات داعشية، صدامية، بعثية إلى آخره. لذلك نجد بأن هذه الشخصيات ليس لها أي وزن في الشارع الموصلي، ونعتقد بأنها شخصيات مثيرة للاشمئزاز وليس لها أي وزن في مدينة الموصل. سيد زياد، مجلس أعيان مدينة الموصل أكد أن هناك صفقات لشراء منصب المحافظ. بقاء الأمور في هذا الإطار، كيف سينعكس على المحافظة المدمرة كليا؟ هناك نواب يؤكدون أن الفساد المستشري لا يقل خطورة عما مرت به نينوى قبل عام 2014. نعم، بكل تأكيد الملفات متشابكة في مدينة الموصل، الملف الأمني، الملف الاقتصادي. هناك عمليات الحقيقة شاهدناها جميعا واكتشفناها كلنا حول الملفات الفساد التي تجري الآن في مدينة الموصل. مدينة الموصل منذ دخول القوات الحكومية إليها لحد الآن لم يستطيعوا أن يعمروا جسر واحد فيها، علما هم من دمروا هذه الجسور، هم وقوات التحالف لم يعمروا مستشفى واحد في مدينة الموصل رغم انتهاء العمليات العسكرية منذ أكثر من عامين. أعتقد بأن الملفات الفساد تضغي على مدينة الموصل، عمليات المكاتب الاقتصادية، عمليات الابتزاز التي تحدث في مدينة الموصل، حتى العمليات الأمنية التي حدثت داخل مدينة الموصل والمفخخات أثبت بالدليل القاطع من قام بها هم ميليشيات. لذلك يريدون الوضع فوضوي معقد في مدينة الموصل لتستمر حيتان الفساد بسرقة أموال المواطنين وأموال الدولة والاستيلاء على الأراضي وكل مقدرات الحياة في المدينة. سيد زياد السنجري الإعلامي والصحفي العراقي، كنت معنا عبر الهاتف من فيينا، شكرا لك.